وقفت من المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي، وهذه مناسبة للوقوف على العلاقات الثنائية ما بين البلدين في إطار تطوير الدبلوماسية الموازية، هي الدبلوماسية اللي كتمر عبر البرلمان واللي كتمر كذلك عبر القيادات الحزبية. كانت هذه مناسبة للوقوف على علاقاتنا الثنائية وعلى ضرورة توطيدها ورفع من مستواها وتنسيق على مستوى كل المنتديات الدولية في الدفاع على قضايانا الوطنية وكذلك في القضايا الدولية التي نهتم بها. فاتفقنا على أننا سنعمل من خلال البرلمانات على تطوير هذه العلاقة، على تبادل الزيارات في هذا الاتجاه.